كان وأصدقائنا وسط حضور كبير وأجواء رائعة وعبر حفل مميز يقيم بجدة بروميناد انطلق موسم جدة مساء الخميس. نشوف سوا تغطية حفل الافتتاح مع زملاء ماجد صقيري ومعالي راضي. الله يسعد أوقاتكم بكل خير. الله مش كثر أنا مشتاق لجدة. معالي مشتاقة؟ أكيد مشتاقة لجدة، ومين ما يشتاق لجدة. مشتاقة إلى بحر جدة، مشتاقة إلى درة العروس، مشتاقة إلى مدنها التاريخية جدة البلد أكيد، وأكيد الحين إلى موسم جدة. ومن جديد لحفل افتتاح موسم جدة، قبل ما نروح ناخذ قهوة؟ أكيد ناخذ قهوة، يلا خلينا ناخذ. زميني تفضل يا ماجد. زحمة يا ماجد، ما توقعت أشوف كل هالزحمة في جدة بروميناد. شوفي حتشوفي زحمة، حتشوفي ناس مبسوطة، حتتفرجوا على شغلات حلوة، لأنه موسم جدة من جديد كل شيء فيه مختلف. كيف شفتي الناس وجو الناس؟ كيف شفتي استمتاعهم؟ كيف شفتي قبولهم الآن يمكن لهالبداية الحلوة؟ وإحنا لسه قاعدين نقول هذا اليوم الأول، كيف الجاي؟ الكل مبسوط، الكل متحمس، الكبار والصغار مثل ما شفنا، وكلهم منتظرين الحين ساعة الصفر وهو انطلاق حفل الافتتاح اللي راح يبدأ بعد شوي. وقول لنا يا ماجد إيش راح نشوف في حفل الافتتاح؟ شوف حنشوف شغلات كثير اليوم، بس يمكن معالي قبل ما نقول إيش نشوف، الشيء اليوم اللي إحنا شفناه ورصدناه زحمة الناس وتوافدها بشكل كبير على جدة، وبداية أسئلتها واستمتاعها بكل التفاصيل، الأنشطة، العروض الجوية، الألعاب اليوم اللي حيشوفونها أيضا في موسم الافتتاح، هذه كلها يمكن هي اللي تخلي الناس اليوم تقول فعلا مشتقنا لجدة، اللي حبينا جدة، ويا جمال جدة، ويا حلاوة جدة، ويا حلاوة هالناس والزحمة اليوم اللي قاعدين فعلا يستمتعون بكل التفاصيل مع بداية افتتاح موسم جدة. معالي كيف شفتي الأطفال؟ أنا عارف تحبين الأطفال، بس كيف شفتي الأطفال؟ أكيد أكيد مبسوطين الأطفال، مرة مبسوطين، وأنا شفتك تحبهم أكثر مني على فكرة. أي أنا بدأت البنات الصغار شفناهم وإحنا يمكن قاعدين يستمتعون شوي كثير. تعالي 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 معنا، تعالي معنا، شوفوا نموذج من نماذج البنات اليوم الصغار اللي قاعدين يستمتعوا ويتجولوا. على فكرة ترى احنا حاولنا نروح كذا مكان، بس كل مكان واحنا موجودين فيه فعليا الناس مبسوطة سعيدة، في زحمة ناس لكنها مستمتعة، في انسيابية لكل اللي مارين الآن مع هذا الممر الخاص. معالي قبل ما نروح للمنطقة الثانية ونبدأ نشوف الليلة الأولى في موسم جدة، أكثر شيء لفت نظري، شوف أنا مرة متحمسة الحين للألعاب النارية وعروض الدرونز والعروض المرئية، فهذا الشيء أتوقع مو بس أنا متحمسة، لك كل الناس جايين عشان يشوفوا هذا الشيء. على فكرة ترى قاعدين نسمع من أول إنه مفاجآت، مو بس بيوم الافتتاح، المفاجآت اللي حتبدأ فعلًا من أول يوم في موسم جدة وحتستمر حتى نهاية الموسم. يعني اللي يشوفنا اليوم وإحنا موجودين هنا ترى هذا شيء بسيط من موسم جدة اللي حيسعدكم فعلًا، وراح تتفاجئوا في كل الأنشطة والفعاليات اللي تكون موجودة اللي حتكون موجودة فيه. معالي نبدأ نروح نشوف الألعاب، يلا خلينا نروح، يلا تعالوا معنا. على فكرة معالي راحت مع العروض المتجولة عشان تستمتع بهالعروض الحلوة. احنا اليوم جالسين نتكلم على خمس مواقع مختلفة في موسم جدة، ما بين ثقافية، سياحية، رياضية، حتستمتعون فعليا في كل منطقة من مناطق موسم جدة. ترى على فكرة هذه البداية، خلينا نروح نشوف معالي وين وش عندها من معلومات عن افتتاح موسم جدة.
تشوفي معالي عروض اليوم متجولة مع افتتاح موسم جدة. على فكرة اليوم بالافتتاح موجودين هنا، بس بعد كده حيكونون موجودين في أكثر من موقع مرتبط بموسم جدة. إيش رأيك نعيش معهم؟ هلو هلو جدة. ترى أخذنا جولة حلوة، أعطيناكم يمكن معلومات عن يوم الافتتاح، بس أنا قلت المعالي لازم نعيش مع الزوار عشان نشوف كيف انطباعاتهم في هالليلة الحلوة، ليلة حفل الافتتاح. معالي خذ اللي معانا ترى من أول حابين يعطونا مشاعرهم، اسأليهم. هذه تضحك، لازم ناخذ معاها. يلا. إيش اسمك؟ تسليم. كيف شفتي حفل الافتتاح؟ مرة حلو، مرة جنن، يعني أنا كأول مرة أشوف افتتاح زي حق الأجانب، روعة مرة مرة، يعني لدرجة أن السماء ضوّت، يعني مرة حلوة ما شاء الله تبارك الله، باين السعادة بعينها أكيد. واللي مبسوط أكثر مين؟ تعال خلينا، لأنه أنت قلت لي من سوريا أول، بس أعطيني إيش اللي عجب أولادك اليوم في أول ليلة؟ لسه احنا قاعدين نقول موسم جدة بدينا. ما شاء الله، أول شيء التنظيم، المواصلات، الوصول إلى المكان، الألعاب النارية، طائرات الدرون، صراحة عجبوا مرة ما شاء الله، تنظيم مبهر وممتاز ومجهودين يعني ما شاء الله، فحفل ما شاء الله بدايته طيبة إن شاء الله. هذه بنتك صح؟ نعم. إيش قولي، أبوك يقول ما شاء الله انبسطتي كثير، بس إيش الشيء اللي تخلاك تطلع الجوال وتصوري؟ الطرطعات والسماء كلها تجنن يعني، والأجواء مرة تجنن وحلو ما شاء الله. أنا كنت أقول المعالي يا ليتني لو كنت شاعر الليلة عشان أوصف جمال اللي شفناه في افتتاح موسم جدة، جمال العروض وجمال الألعاب النارية. جدة أضاءت في الليل في يوم الافتتاح، كل الناس كانت مبسوطة ورصدنا انطباعاتهم الحلوة، وخليني من ضمن هالانطباعات والناس اللي كانوا مبسوطين لأنه معالي كانت طايرة من السعادة والفرح. كيف شفتي هالليلة؟ صحيح يا ماجد، أنا مرة انبهرت، ألعاب كانت مو عادية، مزيج بين ألعاب النارية، العروض المرئية، ألعاب الدرونز، كلها زينا السماء جدة، ومرة العروض صراحة حلوة ومتعوب عليها، ويمكن أول مرة نشوفها هنا في السعودية. يا سلام عليك يا معالي، وعلى فكرة حتشوفوا مواقع مختلفة كيف ممكن يتعرفوا على كل جديد في موسم أكيد جدة. أكيد لازم تجون وتحجزون تذاكر موسم جدة عبر تطبيق أو الموقع الإلكتروني سعودي إيفنتس، وحياكم الله في جدة. قبل ما نروح أنا ومعالي ونمشي حنوريكم كذا شغلة إن شاء الله خلال الفترة الجاية عن موسم جدة، بس الليلة بسطنا واستأنسنا كثير، ما هو بس إحنا، الآلاف اللي كانوا موجودين اليوم كانوا مبسوطين وهم يشوفون سماء جدة اليوم كيف ابتهجت بالزوار. نقول لكم مع السلامة. مع السلامة.